نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من رحمة الله وقيامه بشؤون عباده أن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب وأجل كتاب، نزل القرآن الكريم. نزل عليك الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، فما أخبر به الصدق وما حكم به العدل. والكتاب هو اسم جنس لكل كتاب سماوي، ويقصد به في الآية الكريمة القرآن الكريم، فهو علم بالغلبة، كما تقول زرت المدينة، فأول ما يتبادر للذهن أنك زرت المدينة المنورة. نزل عليك القرآن إشارة إلى أن نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم كان منجما أو مفرقا ولم يكن دفعة واحدة. على سبيل المثال، تلك الآية الكريمة مع 83 آية أخرى من سورة آل عمران نزلت في العام التاسع الهجري على وفد نصارى نجران، وذلك بخلاف التوراة والإنجيل التي نزلت دفعة واحدة. قال الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل. شايف واحد متحير بيقول إزاي ده سورة القدر بتقول إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ النزول المقصود في سورة القدر هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل. فالكتب السماوية جميعها من عند الله، تتفق في العقيدة والتوحيد والأخبار وبعض الشرائع، وتختلف في بعض الشرائع الأخرى بما يتناسب مع القوم المنزل عليهم. فالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام دفعة واحدة جاءت بشرائع تتناسب مع بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام، ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأنزل الله عليه الإنجيل ليحل بعض ما حرم على بني إسرائيل. ولكن انتظر، إن كان القرآن والتوراة والإنجيل حق من عند الله، فلماذا الاختلاف الآن؟ الإجابة بسيطة، أحضر 1000 نسخة من القرآن الكريم من 1000 بلدة، وأحضر 10 نسخ من التوراة والإنجيل من 10 بلاد، وأنت تعلم الإجابة. وكل الله عز وجل البشر حفظ التوراة والإنجيل فضيعوه وبدلوه وحرفوه، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولذلك حق للقرآن الكريم أن يكون مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها. جزاكم الله خيرا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.